كيف يعد التراث الثقافي مصدراً لتوفير ودعم سبل العيش؟ تعتمد العديد من سبل العيش على المعارف والمهارات والعادات والمفاهيم الثقافية التي تنتقل من جيل إلى جيل، ومن بينها الحرف اليدوية مثل صناعات الفخار والنسيج والممارسات الزراعية بما تشمله من تربية وتسمين الحيوانات والسياحة التراثية والحفاظ على المقتنيات الأثرية، وتضمن استمرارية ممارسة الشعائر الدينية والروحية. كيف تؤثر الأزمات على سبل العيش؟ تؤثر حالة الطوارئ على سبل العيش بكافة نواحيها، بل إن بعض سبل العيش يتم النيل منها أو استغلالها عن عمد أثناء النزاعات، وتتعرض مجموعات بعينها من الناس للخطر دون غيرهم نتيجة لعوامل البعض منها يتعلق بدياناتهم أو انتماءاتهم القبلية أو أصولهم العرقية أو نوعهم الجنسي أو بسبب فئتهم العمرية. كيف يتعامل الناس في ظل هذه التغيرات؟ يضطر البعض في ظل الجائحة إلى ترك مسقط رأسه بحثاً عن العمل، بل تجبره ظروف الجائحة إلى اتخاذ خيارات خطيرة من بينها الحصول على قروض بفائدة مرتفعة أو اللجوء إلى الجريمة أو المخدرات أو الكحول أو الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وعلى المدى البعيد يزداد التأثير ليصل إلى حد فقدان المعارف والمهارات المتعلقة بمهنته وممارساته الثقافية، فينقطع نقل تلك المعارف إلى الأطفال والأجيال القادمة. ما الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم سبل العيش التي تعتمد على التراث والتي تضررت بشدة جراء هذا الوباء؟ ومن يستطيع مساعدتك؟ الخطوة الأولى: حدد الفئات الأكثر احتياجاً، كبار السن، المرأة المعيلة، والأشخاص دون مأوى، وذوي الاحتياجات الخاصة، والنازحين. اجمع البيانات من مصادر مثل لجان الإغاثة الحكومية الوطنية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. اتصل أيضاً بلجان الإغاثة الحكومية المعاونة وقادة المجتمع المدني ومراكز المنظمات غير الحكومية المحلية للإغاثة، وذلك لتحديد عدد الأشخاص المعرضين للخطر. تواصل مع الأشخاص أو القادة الفاعلين في المجتمع لفهم مختلف الآثار المحتملة المترتبة على الوباء. تواصل أيضاً مع العائلات والأفراد من خلال زيارتهم المباشرة وإجراء عدد من الحوارات المباشرة والجماعية. الخطوة الثانية: حدد ما إذا كانت احتياجات العيش الأساسية من مأكل ومأوى كريم ومياه ودورات مياه وخدمات الرعاية الصحية يتم توفيرها، وحاول أن تعرف المنظمات غير الحكومية التي تقدم هذا النوع من الدعم. على سبيل المثال، في حلب سوريا أثناء النزاع المسلح، قام الهلال الأحمر العربي السوري وجمعيات خيرية أخرى بتسليم المواد الضرورية إلى جميع أنحاء المدينة. تواصل مع المنظمات العاملة في منطقتك، اتصل أو قابل الجهات الفاعلة دون الوطنية وهيئات الإغاثة الحكومية والمنظمات المجتمعية. تعرف على المنظمات المختلفة التي تعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة. الخطوة الثالثة: ضع في الحسبان مدى الضغط النفسي المترتب على حالة انتشار الوباء وأثر الصدمة على الأفراد والأسر والمجتمعات. تعامل بتعاطف وكرامة، حيث أن بعض المجتمعات ترى أن إصابتها بكوفيد-19 هي وصمة عار، بينما تعاني أثر الصدمات الناجمة عن فقدان عزيز أو قريب أو وظيفة أو مورد رزق. جدير بالإشارة أن هناك دورة تدريبية بسيطة عبر الإنترنت حول تقديم الإسعافات الأولية النفسية باللغتين الإنجليزية على موقع كورسيرا وباللغة العربية في المركز النفسي والاجتماعي التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر.
ستؤهلك تلك الدورة على الاستعداد للتواصل مع الأشخاص المعرضين للضغط الشديد. الخطوة الرابعة: عند تحديد الأفراد وسبل العيش الأكثر تضرراً، قدم دعماً قصير الأجل من خلال تقديم دعم نقدي غير مشروط حتى يتمكن الأشخاص من تلبية احتياجاتهم التي قد تكون مرتبطة أو غير مرتبطة بمعيشتهم. وهناك بديل آخر، وهو منح مبالغ نقدية بشروط كاستخدام النقود لسبب بعينه كشراء الطعام أو المواد الخام. إن المنح النقدية تعطي للأفراد والعائلات كرامة الاختيار وتساعد على إعادة فتح الأسواق المحلية. والحلول البديلة الأخرى هي توفير القسائم وكوبونات التسوق ولوازم العمل والوصول لمناطق آمنة يمكن ممارسة العمل بها. كيف يحقق هذا العمل تأثيراً طويل المدى؟ تزداد قدرة الناس على مواجهة الأزمات المستقبلية بزيادة دعمك لهم من خلال توفير التدريبات والمواد اللازمة لدعم استمرارية المهن التقليدية مثل النجارة والبناء وصنع الملابس والخياطة وتعزيز المهارات المحلية، مما يضمن استمرارية الإنتاج الثقافي لمدة مستقبلية أطول. يمكنك المساعدة في تسويق منتجات الورش والمصانع بشكل أفضل عبر تقديم التدريب على محو الأمية الرقمية لمساعدة الأشخاص على استخدام منصات بسيطة عبر الإنترنت، وذلك لبيع منتجاتهم، كما أن ربطهم بالخطط الحكومية سيدعم فاعلية التسويق. ستساعد خطوة إنشاء منصات على الإنترنت للأسواق والحرف اليدوية والجولات الافتراضية للمواقع التراثية والمتاحف ودروس الفن الأدائية في إيصال أعمال أصحاب الحرف التقليدية إلى الناس. ما الاعتبارات التي يجب مراعاتها أثناء العمل مع المجتمعات المتضررة في حالات الطوارئ؟ أولاً، ضمان المشاركة وانتظام واستمرارية قنوات التواصل الثنائي تأتي على رأس متطلبات العمل. وضع قاعدة لا ضرر ولا ضرار صوب عينيك لتفادي تعريض الناس لمزيد من الأذى أو الضيق. التركيز أولاً على توفير القوت والاحتياجات الأساسية للعيش. عند التعامل مع فئات المجتمع الأكثر تضرراً، ضع في الحسبان المهن الثانوية والأنشطة الموسمية والمهرجانات والاحتفالات الدينية والمخاطر والصراعات الموجودة من قبل. تذكر أن الحق في المساعدة الكريمة ليس إحساناً. ثق في الناس وتذكر أنه في حالة الطوارئ يصعب معرفة وتحديد الصواب، لكن الإدراك والممارسة طريقك للتعلم.